ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا حديث للمواطنين بجماعة ورك بالعطاوية إقليم قلعة سراغنا سوى عن واقعة غير مسبوقة تتعلق باتهام قائد القيادة بالاعتداء بالضرب المبرح على عون سلطة برتبة مقدم، حيث تم نقل الضحية إلى المستعجلات والتلقى الإسعافات الأولية وسلمت له شهادة طبية. ودخلت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب على الخط مؤكدة أن السبب هو رفض العون توقيع بعض الوثائق غير القانونية، كما استنكرت الواقعة وطالبت وزير الداخلية بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية. ومن جانبها أعلنت بعض الجمعيات الحقوقية بالمنطقة عن تضامنها مع العون مؤكدة أنها ستعمل على تنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة تضامنا مع العون الضحية.